السلام عليكم ورحمة الله، معكم سيد من قناة الإبداع والتميز، دائما قناتكم أبدع واستمتع. مرحبا بكم في فيديو جديد. النهاردة بنتكلم على برنامج من البرامج الرائعة لعمل إيديت لملفات البي دي إف، وهنا مقصود بإيديت إن أنا أقدر أغير أي حاجة في ملفات البي دي إف اللي عندي، سواء كوبي أو بيست، أو إن أنا أضيف أي جمل، أو إن أنا حتى أضيف ملفات بي دي إف لبعضها وأعمل ميرج لأكثر من ملف لأكون ملف بي دي إف جديد. عشان انزل برنامجنا النهارده اللي هو ليبر اوفيس، هنخش على liberoffice.org. تمام، هنلاقي كلمه داونلود في اول الصفحه، هندوس عليها، هيدينا خيارين الداونلود، هنختار الخيار الاولاني اللي هو احدث نسخه من البرنامج، بعدين هندوس داونلود. تمام، هيدينا معلومات عن البرنامج، ادي البرنامج 313 ميجا بايت، وهيتم عملية التحميل في دقائق بسيطة جدا. بعد ما نحمل البرنامج هنعمل له سيت اب ونفتح البرنامج، هيفتح بالشكل اللي انتم شايفينه هنا. هنقدر دلوقتي نعمل ايديت لملفات البي دي اف اللي موجودة عندنا على الجهاز. هناخد مثال ونعمل اوبن فايل، تمام، ونجرب اي ملف من ملفات البي دي اف اللي عندي هنا. اهو زي ما انتم شايفين فتح ملف البي دي اف. زي ما انت شايف ان انا اقدر اقف على اي كلمة مكتوبة في النص واقدر اعمل لها ايديت. ممكن هنا هو اقدر امسح واكتب اي حاجة انا عايزها، اقدر كمان امسح اي جمل كاملة لو انا عايز امسح جمل كاملة واضيف الكلام اللي انا عايزه. وهنا طبعا تلاحظ ان الجمل مش جاية مع بعضها، مش جاية كباراجراف واحد. علشان اخلي الجمل كباراجراف واحد واقدر اعمل لها ايديت، هقف هنا على اول الباراجراف واسحب، تمام، واخش كده اهوت اجيب الفقره كامله من الاول للاخر، وبعدين بعمل رايت كليك واختار خيار تحت اسمه كونسوليديت تكست. اهو زي ما انتم شايفين حول لي الفقرات المقطعه الى فقره واحده كامله زي ما انتم شايفين اهوت. اقدر بعد كده اعمل لها ايديت او اضيف او امسح منها اي جزء انا عايزه. اقدر كمان اضيف اي اضافات من عندي، يعني هنا هو عندنا زي ما انتم شايفين في تكست بوكس، اقدر اضيف تكست بوكس اكتب فيه اللي انا عايزه اهو، واقدر امسح اي جزء من النصوص اللي موجوده عندي. وطبعا هنا هو عندك في شريط الادوات امكانيات كتيره كبيره جدا تقدر تغير بيها شكل التكست وتضيف اشكال والوان باشكال كتيره جدا. ده كان اول جزئيه. نقدر كمان نظهر هنا هو عدد الصفحات اللي موجود فيه الملف دوت، ان انا بدوس على فيو وبدوس تحت على بيج بان. على البيج بان هنا هو هيظهر لي نوع عدد الصفحات، هنا صفحة واحدة. طبعا أقدر كمان أضيف أي صفحة أخرى للملف البي دي إف، إن أنا بقف هنا وأعمل رايت كليك وبعمل نيو بيج، أهو ضاف لي صفحة جديدة. أقدر في الصفحة الجديدة أعمل تكست، تكست بوكس، وأضيف اللي أنا عايزه. وأقدر كمان أضيف صور لو انا عايز اضيف اي صور من عندي من على الجهاز، واقدر اعمل ملف بي دي اف كامل كده هو بقى عندي صفحتين، واقدر كمان اضيف صفحة ثالثة وهكذا. اقدر اعمل اكبر كم من الصفحات البي دي اف وبعدين اسيفهم كملف واحد. اقدر كمان افتح ملفين في نفس الوقت، ان انا اروح على فايل هنا هو واعمل اوبن، تمام، واروح افتح ملفات البي دي اف اللي عندي. اهو زي ما انتم شايفين هنا انا فاتح ملف، وهنا هو اتفتح ملف تاني خالص، تمام. هنا برضو اقدر اظهر عدد الصفحات في الملف الجديد اللي انا فاتحه بنفس البرنامج. انا بقى ادوس على فيو وبعدها تحت على البيج بان، تمام، اهو هنا هو في ثلاث صفحات وهنا في ثلاث صفحات تانيين. اقدر بقى الشيء الجميل جدا ان انا اقدر اعمل ميرج ما بين صفحات البي دي اف وبعضها. يعني مثلا انا محتاج الصفحة ديت احطها للملف التاني، اهو بسحبها اهو، اصبح الملف هنا هو اربع صفحات. اقدر كمان اسحب الصفحه دي واحطها هنا تحت، اصبح كده في خمس صفحات، ادي ارقام الصفحات تحت. واقدر كمان اسحب الصفحه دي تحت هنا هو، اصبحت هنا هو مكونت ملف جديد من ست صفحات بي دي اف. اقدر اقفل دوت، تمام، هنا هو ادي ملف جديد خالص، اقدر امسح فيه اي صفحه انا مش عايزها، اقف هنا هو واعمل ديليت، تمام، واقدر اسيف الملف الجديد اللي انا عايزه. الجميل ان هو ان انا لما اعمل فايل واكسبورت
هيجي لي هنا اهوت خيارين، اقدر في اول خيار اكسبورت از بي دي اف، هيجيب لي خيارات هنا اهوت الاكسبورت. هنا الشيء الجميل ان انت تقدر تختار هل تعمل سيف للصفحات كلها اللي انت عملتها دلوقتي، ولا تختار صفحات بعينها، يعني ممكن تختار الصفحة واحد واثنين فقط مثلا، وبعدين تعمل اكسبورت. تمام، وهنا هو تقدر تختار اسم جديد، هنقول مثلا هنا بيج 1 2، يعني الصفحة من واحد الى اثنين، واعمل سيف. نروح دلوقتي نشوف الملف اللي احنا عملنا له سيف دلوقتي، ادي بيج 1 2، نفتحه اهو زي ما انتم شايفين الصفحتين فقط اللي انا عملت لهم سيف في البرنامج. من ضمن خيارات الاكسبورت كمان الجميله عندنا ان انت لما تروح هنا اهو وتدوس اكسبورت از بي دي اف، تقدر كمان تروح على السكيورتي وتعمل باسورد لملف البي دي اف عشان ما حدش يغير فيه اي حاجه. هندوس على اسيت باسورد، وتقدر تختار الباسورد اللي انت عايزها اهو، وتعمل اوكي وبتعمل اكسبورت خلاص. ونعمل هنا مثلا وليكن نيو فايل، ونعمل سيف، نروح نفتح الملف اهو، اد نيو فايل معانا، ونكتب الباسورد اللي احنا عملناه اوبن كده اهو. زي ما انتم شايفين فتح لي ملف بي دي اف جديد خالص في كل الصفحات اللي انا عملت لها ميرج او اضفتها الى بعضها. ده كانت نظرة سريعة لبرنامج ليبر اوفيس، ارجو ان انتم تكونوا استفدتم بشرح النهاردة، وياريت ما تبخلوش على قناتكم قناة الابداع والتميز بلايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.